الكلمة الآن للسيد محمد الحدادي. ما عندك فيسا خويا؟ سيد سيد الرئيس ضروري يلبس فيسا ولا؟ معلوم. احتراما لهذه المؤسسة ان شاء الله مرة اخرى ان شاء الله. احنا الغلاظ ما تلاقش فيه السامح سخون. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، اخوات اخواتي اخوان النواب المحترمين، يشرفني عاليا ان اتناول الكلمه باسم فرق الاغلبيه، وذلك في اطار مناقشه مشروع قانون رقم 3009 يتعلق بالتربيه البدنيه والرياضه، نظرا لان هذا القطاع يشكل محورا بنيويا في السياسات التنمويه التي سطرها جلاله الملك والتي تعمل الحكومه على ترجمتها وتفعيلها. لذلك فان السياق او الظرفيه التي جاء فيها هذا القانون تجسد وعي الحكومه بمدى خطوره التراجع الذي تعرفه الرياضه المغربيه على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وبالتالي فقد عملت الحكومه بناء على التوجيهات الملكيه الساميه على صياغه مقاربه مندمجه وجديده للنهوض بالقطاع الرياضي، وذلك عبر تامين الحاجيات الفيزيولوجيه والنفسيه والاجتماعيه واللوجستيكيه بهدف خلق توازن بين الموارد والنتائج المراد تحقيقها، على اعتبار ان تنميه الرياضه لبنه اساسيه في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، لكونها تعمل على اشاعه قيم المواطنه والتسامح والانفتاح، اضافه الى انها تشكل رافعه للتنميه البشريه وعنصرا مهما في التربيه والثقافه وعاملا اساسيا في الصحه العموميه. ويعتبر النشاط الرياضي من السبل الناجعه لتكوين شخصيه متميزه، ويلاحظ وجود اهتمام متزايد بممارسه الرياضه من قبل كل فئات المجتمع بالنظر الى فوائدها الجمه في هذا الصدد. فان سياسه الحكومه ترمو اساسا الى ضمان انشطه رياضيه مناسبه وملائمه للجميع، تشجيع التربيه البدنيه والانشطه الرياضيه بالمدارس والجامعات والانديه والجمعيات، المساهمه في الاستثمار الايجابي للوقت الحر من خلال ادماج المواطن وحمايته من الاقصاء الوقائع من الانحراف الاجتماعي. وعلى هذا الاساس ازدادت أهمية سياسة التعميم ونشر الرياضة ببلادنا مع انطلاقة الفعلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي لها أبعاد اجتماعية تسعى لمكافحة كل مظاهر التهميش عبر الانخراط في الأنشطة الرياضية، على اعتبار أن هذه المبادرة تشكل مشروعاً حداثياً يترجم فلسفة شمولية للتنمية البشرية، تأخذ بعين الاعتبار الحقل الرياضي لكونه مجالاً لتأطير شباب والفئات الناشئة التي تشكل مثالاً لمغرب حداثي ومتقدم. وبما أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروعاً واعداً أطرته السياسة الملكية لكونه متعدد الأبعاد الاجتماعية، فإن الترجمة العملية لهذا المبادرة اعتمدت في جل مشاريعها على البعد التنموي في مجال الرياضة والتربية البدنية. ونظرا لعدم مواكبة وتقادم القوانين المؤثرة للشأن الرياضي، فقد بادرت الحكومة بناء على التوجيهات الملكية السامية التي تجسدت من خلال الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية للرياضة التي انعقدت بسخيرات بتاريخ 24 أكتوبر 2008، والتي أبانت على عقم الرياضة المدرسية بسبب ضعف البنية التحتية للمؤسسة التعليمية وعشوائية الممارسات، حيث أشار جلالته إلى ضعف الاهتمام بمادة التربية البدنية وتدهور الملاعب وانعدامها داخل معظم المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، مؤكدا على ترسيخ المواطنة الكريمة والغيرة الوطنية وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي سليم. وانطلاقا من هذه التوجهات وتلاؤما مع المعايير الدوليه لاحتراف وتعزيز التنافسيه والشفافيه، جاء مشروع قانون رقم 3009 يتعلق بالتربيه البدنيه والرياضه لتاهيل ومؤسسه القطاع الرياضي ببلادنا، وجعله مواكبا للمنظومه القانونيه المعتمده دوليا عبر تعزيز التنافسيه لدى الفاعلين الرياضيين والرفع من اليات الاستثمار الخاص في ميدان الرياضه، وخلق اطار يهتم بالرياضه الاحترافيه يعمل على تقنين بعض الممارسات من قبيل التحكيم الرياضي ومهنه الوكلاء الرياضيين. سيد رئيس، سيد الوزراء، اخواتي اخواني النواب المحترمين، اننا نعتبر في فرق الاغلبيه ان اهداف هذا المشروع جاءت وفق العديد من المحاور والانظمه والاساليب المستخلصه من التوصيات الصادره عن المناظره الوطنيه للرياضه كاسلوب الحكامه واعتماد التكوين واعاده التاهيل وتقويه البنيه التحتيه، كل ذلك في اطار وضع مخطط واستراتيجيه وطنيه واضحه المعالم متعدده الابعاد ترتكز على سن تدابير
إصلاحية قوامها ترسيخ الديمقراطية ونشر ثقافة رياضية بين جميع مكونات المجتمع المدني. إن التصويت المصادق على هذا المشروع المتعلق بالتربية البدنية والرياضة لمن شأنه تعزيز الترسانة القانونية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وبالتالي تشكيل بداية نحو الإصلاح عبر التأكيد على إجبارية تلقين التربية البدنية في جميع مراحل التعليم في إطار التنسيق المحكم بين قطاع الشباب والرياضة وقطاع التربية الوطنية، وكذا علاقة الوزارة بالجامعات الرياضية. وما على هذه الأخيرة من أدوار متلى تتجلى على الخصوص في سهرها على المراقبة وتنفيذ التزامات بين جميع المتدخلين، ناهيك عن حق التكوين والتأديب في بعض الفرق الرياضية في انسجام تام مع ما تقتضيه القوانين الدولية في هذا الصدد. كما لا تفوتنا الفرصة من موقعنا في الأغلبية أن نلوها بروح الجدية والمسؤولية والحماس الذي ساد جل مراحل وأطوار مناقشة هذا المشروع القانون داخل اللجنة، ليس من قبل السيدات والسادة النواب وأعضاء اللجنة سواء أغلبية كانت أم معارضة فحسب، بل نسجل مدى انفتاح الحكومة على معظم التعديلات التي تقدمت بها الفرق لإغناء النص وتنقيحي. وهنا لا بد من تذكير أن فرق الأغلبية تقدمت 53 تعديل شملت مختلف المواد، قبلت منها الحكومة 46 تعديل. إن أهم ما يلاحظ في التعديلات التي قدمت بها فرق الأغلبية لإغناء مشروع القانون هو حرصها الكبير على إضفاء طابع المصداقية والانسجام مع الواقع الرياضي الوطني، آخذ بعين الاعتبار كل الإكراهات والصعوبات التي تعيق عجلة الرياضة الوطنية عبر الانفتاح على مختلف الممارسين الرياضيين في مقدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلى الأهمية القصوى إلى تأهيل الجامعات المدرسية وخلق مناخ ملائم وسليم للجمعيات والشركات الرياضية حتى تتاهي نظيرتها بالدول المتقدمة في هذا المضمار. السيد الرئيس، إن الإقلاع الرياضي ببلادنا رهين بتضافر جهود مختلف فاعلين في حق الرياضي، والحث على ضرورة منح مناصب القرار إلى النشطاء وذوي الاختصاص الحقيقيين الذين واكبوا وراكموا تجارب كبيرة في الممارسة والتسيير والتكوين سواء من خلال الجامعات أم العصب أو العصب الجهوية، كل ذلك في إطار تنسيق محكم مع العديد من القطاعات الحيوية الوزارة وضرورة انفتاح القطاع الخاص من خلال دعم المقاولات التي تعني بالمجال الرياضي، علما أن التدبير والتسيير المقاولة أصبح بمثابة تسيير الأنجع والأصلح للأندية والمؤسسات التي تشغل بالقطاع الرياضي. وجدير بالذكر أن صياغة هذا المشروع قد عرفت إشراك مجموعة من الفاعلين في الحق الرياضي تماشيا مع روح التشارك لتعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال، على اعتبار الرياضة من مهام المرفق العام التي يجب القيام بها وتطويرها. ومن بين المقتضيات التي زادت من أهمية هذا القانون تحديد الوضعية القانونية لصفة الرياضي وفق ثلاث مستويات تراعي التدرج في المؤهلات والكفاءات بدءاً بالهواية مرورا بالاحتراف ثم وصولا إلى صفة الرياضي من المستوى العالي، مع الحرص على إخضاع كل رياضي إلى مراقبة صحية مستمرة في أفق المشاركة في التظاهرات الرياضية المعنية، وعين بأهمية الدور الذي تطلع به مراكز التكوين الرياضي في تنمية وتطوير مواهب ومهارة الرياضيين الصغار، شدد المشروع على ضرورة تمكينهم من تعليم دراسي ورياضي متكامل بالإضافة إلى إحاطتهم بتأمين ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي معين، مع تحديد شروط مزاولة مهنة التأطير الرياضي وضبط مجال تدخل وكلاء الرياضيين والجهاز المكلف بمراقبتهم، وكذا رصد مجموعة من الشروط لممارسة هذه المهنة من خلال تحديد المتطلبات الواجب توفرها في الوكيل الرياضي، بغية قطع الطريق أمام كل الممارسات التي من شأنها أن تضرهم بمسارح الرياضيين والرياضة بشكل عام، كما يهدف هذا المشروع القانون كذلك إلى تطوير الممارسة الرياضية بالمغرب سواء تعلق الأمر بالرياضة المدرسية أو الجامعية، بهدف تقوية وتنسيق برامج عمل هذا القطاع مع كافة الأجهزة المكلفة بإعمال مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين على المستويات المركزية الجهوية الإقليمية، باعتبار الدولة مسؤولة عن تدريس التربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات التعليمية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع التعليمي والتعليم والصحة والجامعات المحلية وفق مقاربة الاعتناء بالمواهب الشابة. كما يأتي هذا القانون لتنظيم الجمعيات الرياضية وتعزيز إشراك الفاعلين الجمعويين في تدبير وتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وفق توجه يتبنى روح الديمقراطية في تحديد مهام الأجهزة الإدارية ويضمن حقوق الرياضيين ويعزز مبدأ الشفافية في التسيير، وتضمن أهمية الجمعيات الرياضية في احتضانها لشركات رياضية تضمن علاقة تعاقدية تزيد الانفتاح على القطاع الخاص بغرض الاستفادة من الدعم المادي واللوجستيكي الذي يوفره هذا القطاع. هذا وقد شملت مقتضيات مشروع تنظيم الحركة الجامعية والعصب الجمعية والعصب الاحترافي والحركة الأولمبية واللجنة البارا أولمبية، بالإضافة إلى تضمنه لطبيعة المنافسات والتظاهرات الرياضية والتطرق إلى دور الدولة وأشخاص القانون العام في تنمية الحركة الرياضية علاوة على الجرائم ومعينتها والعقوبات الجنائية المترتبة عنها.
وإذا كان المواطن المغربي يشكل محور التنمية المدمجة في كل السياسات العمومية، فإن التنمية في مجال الرياضي تسعى إلى بلورة منظور جديد يتوخى تطوير مناهج وميكانيزمات سياسة القرب التي تركز على ترسيخ منظومة بنوية تزيد الانطلاقة الفعلية لمشروع طموح يجعل من الرياضة والتربية البدنية إطارا مرجعيا للتدبير العمومي من خلال رفع مستوى رياضة الأحياء وعبر تقديم الدعم والرعاية لمواهب الشباب بشراكة مع جمعيات وفرق أحياء. كما نسجل بارتياح تام التزام الحكومة عائلتها فيما يتعلق ببناء المنشآت الرياضية التي بلغت نسبة الأشغال بها مراحلها النهائية، وهذا ما من شأنه توفير إطار ملائم للممارسة السليمة والرفع من مستوى البنية التحتية بالمغرب في أفق تنظيم واحتضان منافسات رياضية كبرى. وعلى هذا الأساس نأمل أن تواصل الحكومة جهوداتها الرامية إلى إنشاء ملاعب إحياء وتهيئ المناخ الملائم لاكتشاف المواهب. أما فيما يخص ظروف الممارسة الرياضية فمن بينهم استجداد قانون منح تسهيلات الرياضيين خاصة رياضي النخبة الذين يدافعون عن الألوان الوطنية، وعليه فقد ألزم مشروع القانون المؤسسات الخاصة إعطاهم الوقت الكافي للتدريب باعتبار أن رياضة النخبة تتطلب عملا شاقا ومتعبا، الأمر الذي يتعين معه تسهيل مأموريتهم ضمان النتائج أفضل وتفادي لإقصاء الرياضيين والإطمئنان على رواتب في المجالين الخاص والعام. سيد رئيس، إننا من موقعنا في أغلبية نتمم مضامين وسدد هذا المشروع الذي سيشكل لبنة أساسية في القلاع الرياضي المشود والذي سيجيب الآفاق المتوخاة في مجال الرياضة والتربية البدنية في بلادنا، ومشأنية تطبيقه توزيع المسؤوليات بين كافة المتدخلين في الحق الرياضي فيما يتعلق بمسار الرياضيين والأطر تكريسا لمبادئ الحكام المحاسب والمراقبة، وسيقوم كذلك بتحديد حقوق وواجبات الرياضيين وتأطيرهم وتنظيم كل الأجهزة والفعل المخاطبين بمضامين هذا القانون ومطالبين بتفعيله. وبذلك ترى فرق أغلبية أن هذا مشروع قانون قد جاء بقيمة مضافة ومشين الالتزام بمقتضى إعادة الاعتبار للرياضة المغربية ومصالحتها مع النتائج الإيجابية، وسيساهم أيضا في توفير وتطوير البنيات والتجهيزات الأساسية للممارسة الرياضية مما سيمكن شبابنا من وسائل أفضل لإبراز مؤهلاتهم وتطوير قدراتهم الذاتية. وبالتالي فإننا ندعو كل فاعل في هذا المجال من حكومة وجامعات وقدماء الرياضيين والإعلام إلى بذل المجهودات المساهمة لتشعيل هذا القانون. إننا موقعنا في الأغلبية سنصوت إجماع على هذا المشروع، ندعو الحكومة إلى التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون، كما نطلب على ضرورة التنسيق بين مختلف قطاعاتها آمنين أن تتعزب المنظومة الرياضية ببلادنا بأجراءات واقعية تجيب لما نطمح إليه من خلال الأوراش الكبرى المفتوحة تحت القيادة الرشيدة الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نسأل الله. شكرا على إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيد النائب.